ناشط الإعلامي عبر سكايب. قيصر أهلا بك. 8 شهداء في درعا بحسب الهيئة العامة للثورة، معظمهم في الحراك، دعنا في التفاصيل. نعم أستاذ خليل، بعد أن سقط 20 شهيد بالأمس معظمهم من مدينة الحراك، نبدأ يومنا الجديد أيضا نعم بسقوط 8 شهداء معظمهم من مدينة الحراك. طبعا هذا ما يتم توثيقه بالاسم فقط، أعداد الشهداء أكثر من ذلك لكن لا نستطيع توثيقهم بسبب القصف العنيف والصعوبة البالغة في الاتصال. تواصلت نعم. اليوم واليوم السادس على التوالي الحملة العسكرية الشرسة التي يشنها جيش النظام على مدينة الحراك وسط قصف مدفع عنيف واشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام. اختاروا اسم ايش؟ عشرات الشهداء والجرحى ما زالوا يسقطون يوميا بالاعدامات الميدانية التي يرتكبها جيش النظام، والاوضاع الانسانية ما زالت صعبة للغاية. الاف المدنيين عالقون في مدينة الحراك تحت القصف والحصار، لا غذاء ولا دواء. مئات الجرحى في المدينة يصعب اسعافهم، والنظام كلما توغل بالمدينة يرتكب مجازر جديدة. نعم. قيصر أعداد الشهداء تفضل نعم. أستاذ خليل، الناشطون اختاروا اسم لا تحزني درعا، هل تتوقع خروج مظاهرات في درعا مع كل هذا الكم من الهجوم من جيش النظام على البلدة؟ هذا الهجوم ليس جديد أستاذ خليل، الهجوم نعم. منذ فترة طويلة، ودرعا تخرج بالمظاهرات رغم القصف ورغم الحصار، رغم قصف 30 منطقة في محافظة درعا بشكل يومي بنسب متفاوتة، وبالرغم من حصار المساجد والساحات العامة كانت في كل جمعة تخرج المظاهرات نصرة للمدن المنكوبة، فما بالك في نصرة مدن وبلدات محافظة درعا نفسها. ستخرج الكثير من المظاهرات في الكثير من البلدات إن شاء الله. نعم قيصر، هل يوجد وجود للجيش السوري الحر في محافظة درعا؟ الجيش الحر كما أخبرتك موجود في كل البلدات والمدن. الجيش الحر يقوم بالتصدي لقوات الأسد عند مداهمة البلدات والقرى. الجيش الحر لا يستطيع التصدي لقذائف المدفعية والهاون التي يقوم بقصفها، أيضا لا يستطيع التصدي للطائرات المروحية التي يقوم النظام بتدمير حارات بأكملها بهذا السلاح الجوي. الجيش الحر يتصدى ببسالة للقوات الغازية أثناء محاولة اقتحام المدن. رأينا هذا الناشط في الإعلامي قيصر حبيب، كنت معنا من درعا.